خرجت هكا درني الجي مشيت الباب تاع غزلت عند واحد السيد تناكل عندو هكا عادي ديما عندو داكشي ديال تيبيع داكشي ديال البيض وبطاطا كليت عندو جدو واحد النصيص بحال هكا دار فيه هادوك العباد كليتهم بحال هكا ومشيت في حالتي كليت عندو تمانيت ومشيت مشيت بحال هكا عادي مشيت دوز لي بحال ديال ديما صباح هكا سميتو صباح هكا مشيت تقدي شي حاجه مع الصباح جيت وانا نحس بكرشي ماشي بحال ديما تضرني هكا وسهل شويه ديال سهل المهم بحال هكا وانا نمشي جبت واحد السميكطه الدواء ديال المصران شربته بحال هكا عادي نعست فاش بينا نفيق فقت وانا مريض فيها السخانه بزاف وبدا حواض عينيتي بدا تيكحالو شويه بشويه نهار الاخر مشيت للطبيب عادي مشيت للطبيب هكا خرج لي واحد الدواء بديت انا كل شويه بشويه وداك الدواء ما دار ليا شيء بدا تيزيد عليا شويه بشويه النهار الثالث عاوتاني تزاد عليا الحال تاني بزاف قال لي راه عندك هادشي وعندك راه تاع عندك تسمم في المعده واسباب واسباب حتى قال لي هذاك السيد راه عند هذاك السيد اللي كليتي عنده حتى هو راه شحال من واحد تسمم ها انت كملت 15 واحد واحد السيد مات واحد الدريري تا هو مسكين الله يرحمه مسكين مات تا هو بسبب هذاك السيد هيب هذاك اللي ما كلاني انا نوجه واحد الرساله لكاع الدراري بحالي وكاع تقدا الناس كبار وصغار باقي شي ياكل شي حاجه ما اللي جات في الطريق ياكلها ما ياكلش حاجه بغيتي ياكل شي حاجه يمشي تقدا خضره ويمشي طيبه في الدار ونحس ليه كاع ما باقي كاع يمشي تقدا شي حاجه طيبه هي لا طيب تابيتك ماشي بحال طيب بحال شي شديتها طيبه ما عرفتيها باش طيبه ومتى طيبه وكيفاش ما عرفتي كاع اش فيها اللهم طيبه في داركم حتى الوالده جاك طيبه لك والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.